السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا مصطفى اتأخرت ليه؟ قلقت عليك قوي. ما انت عارفة يا حبيبتي ما كانش ممكن ابدا اعتذر عن المعزومة دي. المهم انك تكون اتبسطت. معقولة انبسط وروحي وعينيا وروح قلبي مش معايا؟ يا بكاش يبقى لينا عندك عزومة. ها من عينيا. اللي واخد عقلك يا سيادة المدير؟ لا ابدا. ياه ده انت كنت بعيد خالص. وحشتيني. طيب يا مصطفى مش تتعشى الاول؟ عشى ايه بعدين؟ تتعشى الاول يا مصطفى. يا مصطفى لا. لا تتعشى الاول. ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ فضلت صحيح حنان معاك. لا اتنام معانا. ايه وحنان هناك؟ لا حنان. وانت كمان؟ لا دي روح نام هناك. لا حنان معاك. مصطفى باي باي. باي باي يا اختي. على بطاقية. سلفولس خميس. اهلا يا خيخة. السلام عليكم يا رجالة. سلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ازيك يا عطوة؟ انت فين من زمان يا راجل؟ اقعد اتفضل. يزيد فضلك يا ابو الكرم والانسانية والذوق. الوادي وش ماشي يا خفيف. شد يا عطوة شد زيح العاية مر. بيا مسها قطر يا ذوق. معلمة معلمة بلدينا. اديها ليلتك زي الفل. قلتك قشطة ابو الكرم والانسانية والشهامة والجدعنة. راحت يا خفيف. بقول لك ايه يا عطوة؟ خدامك. انا عايزك في كلمتين. العندي قبل العندي. يلا بينا. طب اتعلم. شد. النبي معلش. اديها. يا شباب. تعالى حبيبي تعالى. اظن بقى انت واخد بالك ان انا حاطك في دماغي قوي. حصل. طب ربنا الجميل بقى حطه. طلباتك اوامر عدله. اصل انا لو طلعت لابويا بالشكل ده هيطير الحجرين من نافوخة زي كل ليله. صح. انا بقى عايز ابيت معاك في الاوضه اللي فوق خالص. صدق وتؤمن بالله؟ امنت بالله. ما شريتكش الاوضه اشيلك جوه عيوني واقفل عليك برموشي. انا عارف. انا عارف لانك انت واد مجدع وابن بلد. اقولك ايه نطلع كتيني كده عشان ابوك ما يحسش بينا ولا ايه؟ استنى استنى. ايوه اسم الله عليك. اصل هو حاططني في دماغه. بالراحه. ما خليكش غيري ليه؟ قدامي قدامي. ايوه يلا حبيبي تعالى خش المار. بالراحه برجلك اليمين. ايوه اسم الله عليك. ايوه ايوه تعالى يا حبيبي تعالى يا عفره. بس حضرتك مش حمل تعب يا سوزي هنا. اولا انت مصطفى وانا سوزي. ممكن ممكن. ثانيا هبقى سعيده قوي وانا معاك. قصدي واحنا مع بعض بنشتغل يعني. اوكي. تعجبني يا مصطفى. مش ملاحظ انك طول السكه ما اتكلمتش ولا كلمه. لا ابدا. بس ايه انت متضايق ان احنا جينا هنا؟ لا في الحقيقه انا متعود اتغدى في البيت مع المدام والاولاد. مصطفى انت مش حاسس بملل من اسلوب حياتك اللي ما بيتغيرش ابدا؟ لا هو طبعا الاستقرار شيء كويس وانا ساعات بخرج اتفسح انا والمدام والاولاد
نتعشى نتغدى بره. عارف اللي زيك مش ممكن يكون عنده طموحات ابدا. لا بالعكس، انا طموحاتي كبيره قوي. بس فاهم الدنيا غلط، علشان كده عمرك ما تحقق طموح واحد من طموحاتك. انت تقريبا ما عندكش علاقات عامه، ورجل الاعمال الناجح لازم يبقى دينامو علاقات عامه. طبعا طبعا. طب ممكن تسيب لي نفسك خالص وانا في بحر سنة او اتنين بالكتير هخليك مليونير. هو ليه حضرتك مهتمة بيا؟ مش يمكن معجبة بيك؟ انت عارف ان ابتسامتك لذيذة قوي؟